اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح الابواب ويا مسبب الاسباب ويا مقلب القلوب والابصار ويا غياث المستغيثين ويا امل الخائفين اغثنا توكلنا عليك يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اخوه الايمان ذكرنا في لقائنا الماضي ان الله عز وجل قد ارسل القران كتاب هدايه للبشريه جمعاء قد ارسل القران رساله انقاذ قد ارسل القران بوصله تحدد الاتجاه للافراد وللامم تحدد الاتجاه لاهل الارض قد ارسل القران هدى وشفاء ورحمه للبشريه جمعاء للناس اجمعين وان الله عز وجل قد بين في هذا الكتاب كل ما يصلح حال الانسان فكل ما هو من الله عز وجل هو لفائده الخلق هو لفائده البشر خلقت الخلق ليربحوا علي لا لاربح عليهم فالله قد اعطانا كل ما اعطى والله قد قدم لنا كل ما قدم لما فيه مصلحتنا، لما فيه فائدتنا فكل امر في القران الكريم هو لمصلحتك ايها الانسان ولا يخطر ببالك ولا لثاني او للحظه ان هذا الامر هو يعني لله عز وجل، لا لا هو لمصلحه الانسان، كل اوامر الله لمصلحه الانسان واكبر دليل على هذا الشيء أننا كجنس بشري كلنا كلياتنا من فقيرنا لغنينا من رئيسنا لمرؤوسنا من ضعيفنا لعزيزنا كنا في لحظة من اللحظات يعني نطفة نطفة على رأس الإبرة بيعلق منا أربعين مليون يعني على راس الابره كان في 40 مليون فلان الرئيس وفلان الوزير بدون ما, ما نذكر اسماء الكل وين كان شو كانوا كان 40 مليون واحد منهم على راس الدبوس ولما هالنطفه التقت بالبيضة وكانت في الرحم علقه صغيره كانت نقطه في محيط شو كانت نقطه في محيط مين ثبتها مين رعاها مين عطاها مين هالخليه خلاها تصير خليتين وثلاث خلايا وسته وتسعه و وألف ومليون وبليون وتريليون و تريليون وأربعين و40 تريليون و70 تريليون خليه وعملت الكبد وعملت الطحال وعملت المخ وعملة البصر وعملة السمع مين يا جماعه نحن خلقناكم فلولا تصدقون رب العالمين اللي خلقنا هو اللي رعانا هو اللي حمانا قال طيب ليش هالمقدمة؟ قال هالمقدمة هي مشان نبين لك انه اللي رعاك لما كنت علقة ولما كنت نطفة ولما كنت بمنتهى الصغر يلي رعاك ويسلك سبيل الخروج قبل بساعات يا احبابنا من الولادة قبل بايام الولادة مسكرة كم وكم يعني في زيارات يعني ناس في, في لحظات الولاده يقول لك ما بنعرف شو ما عم نستنى اذا من هون لساعه ما صار شيء على العمليه على الجراحه على القيصريه شو يعني بده يصير في في لحظه في امر في اذن بده يجي ما بنعرف بده يجي يفتح الطريق ثم السبيلة يسرة يلي بيطلع قبل يومين ثلاثة الراس لفوق والجنين بيطلع بيقول هذا وين بده يطلع؟ يعني لو الجنين قاعد كيف بدي يطلع؟ بلحظة شلون بتنقلب الامور؟ شلون فتح الطريق؟ شلون هالمخلوق ياتي؟ فهذا شو يا احبابنا هي رحمه الله فاللي رعانا في رحم امهاتنا ما حيجي هلا يامرنا عكس هذا التوجه يلي اخذنا ورفق فينا وكذا في تلك اللحظات ما حيجي هلا يعطينا اوامر فكل امر في القران الكريم هو لبناءك ايها الانسان اما بناء روحك اما بناء نفسك اما بناء دنياك اما بناء اخرتك ربنا اتنا في الدنيا حسنه هي شو هي اتنا شو هذا الفعل أمر. امر ربنا اتنا في الدنيا حسنه الله عز وجل عم بيامرك امر عم بيامرك امر ان تكون دنياك حسنه اه شو هالحكي مو نحن لازم نكون الفقر مين قال لك مين قال لك اليوم ركنين من اركان الاسلام يا احبابنا ركنين من اركان الاسلام يستندوا على الغنى يعني يعني الانسان اللي ما عنده قوه الدنيا خسر ركنين يلي هنن الزكاه وهن الحج فمين وضع وغرس في عقولنا وغرس في كنت تطلع كان في خطاب ديني يا احبابنا الحقير الفقير لا طيب ليش ليش الفقير ليش ما تحط الغني بالله ليش تحط ليش ما تحط العزيز بالله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ليش يا احبابنا لان غفلنا عن الخطاب القراني ابتعدنا عن الخطاب القراني القران وارتكبنا نفس الخطا وانا يعني والله اتكلم هذا الكلام وانا متالم ارتكبنا نفس الخطا يلي ارتكبوه غيرنا من الامم السابقه قال لهالدرجه قال لهالدرجه لهالدرجه وهكذا قال النبي حديث يا احبابنا مرعب مخيف قال ولو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه جحر الضب اللي له مدخل وماله مخرج، ليش سيدنا النبي قال جحر الضب في غايه في حكمه انه جحر الضب اغبى الجحور اغبى له له مدخل وماله ايش مخرج بيدخل بيجي الصياد بكتل له شوي مي بيختنق بيطلع من بيصطاده قال هذا الجحر اذا دخلوه راح تلحقوهم يا لطيف قال هن تركوا كتبهم وتحرفت وكذا بينما نحن يا أحبابنا أخذنا بها ظاهرا وتركناها حقيقة أخذناها شكلا وتركناها مضمونا فلذلك يا أحبابنا بزمن النبي ما كان في نسخة قرآن ولكن كانوا كل المصاحف تمشي على وجه الأرض كانت أخلاقهم القرآن وكانت حياتهم القرآن وكان وجودهم القرآن وكان تعاملهم القرآن هذا ما كثير القصة صعبة والله مو صعبة يا جماعة والله مو صعبة ولكن إذا إيش إذا اشتغلناها صح بدي أسألكم سؤال نفس القصة شوفوها قديش بتصير صعبة وقديش بتكون سهلة طلعت على سيارتك شغلت الستارتر ومشيت سهلة ولا مو سهلة سهلة طيب بدون ستارتر يا أخي طلعت على السيارة دفشتها ما تحركت شديناها ما تحركت جيب الزلمتين يساعدوك ما تحركت وبالاخير اذا تحركت من ما بتم ملاحظين ما... يا احبابنا شو الفرق بين بين ما تكون الشغله صح ومظبوط وقت البيوت من ابوابها قاعده قرانيه بدك تجي البيوت من ابوابها السياره كيف تشتغل قال ستار كذا تشتغل قال غير هيك شو ما عملت ما حتستفيد منها قد تجيب خمسين زلمة بيحملوها وير... بس السيارة مو لا يحملوها ويرقدوا فيها السيارة ليست عبء عليك تشيلها وترق... السيارة لخدمتك فالدين يا أحبابنا مو عبء علينا مرة أحد الأخوة من جنسيات مختلفة قال لي أبدا الدين شدة وبؤس وتعب وألم قلت له أنت هيك ظنك هيك ظنك الله قال بالقرآن إن مع العسر يسرا إيه والله ما عم لك لو قلت أنا كان رحلي كان ناولني يعني القرآن يا أخي إن مع العسر والنبي قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه هذا دين دين يسر إذا في عسر معناته في شيء غلط الكريدت شغلة بسيطة اجيت أنا أول ما جيت على هالبلاد سلامتكم تكون يعني حط الكريدت ما تفوت عم حطه بالمقلوب بالمقلوب ما حتفوت وإذا فاتت مصيبة وإذا علقت مشكلة نحن هيك بدنا هيك عم نشتغل بالدين بالمقلوب بالمقلوب ما حيمشي الحال بالمقلوب ما حتستقيم الامور كل امر يا احبابنا الهي في القران الكريم هو لمصلحتك هو لفائدتك هو لدنياك هو لاخرتك امر الهي وصفه ربانيه من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم امر للنبي ولقد نعلم انك يضيق صدرك صدرك عم بدين ومين فينا اليوم صدره ما عم مين فينا اليوم صدره ما عم ولقد نعلم انك يضيق صدرك. شو الوصفه يا رب؟ فسبح. اول وصف الهيه، امر الهي للنبي قال النبي كان يضيق صدره كمان؟ الله هيك عم بيقول بالقران والله ما عم يجيب شيء من من جبريل وبيكاي نعم نعم النبي بشر بالاخير كان يرى اعراض الناس عن الدين كان يرى اعراض الناس عن الـ 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 الأوامر الإلهية كان يرى أعراض الناس عن هدي السماء والله يا أحبابنا والله الواحد اللي عم يشوفه حواليه مو بده صدره بيجي لحظات بيضبط حاله ما يطلع يصرخ بالناس يا جماعة وين رايحين يا جماعة لوين لوين آخرت الكوكب هذا لوين بتكون تدمروه ذاك اليوم في واحد عمل يوتيوب الحقيقة كتير حلو اليوتيوب يعني وجميل ديناصور هيك فات على الاجتماع بالامم المتحده دغري لف على خافوا يقطع البوم كله ديناصور فايت وقف على الميكروفون قال لهم يا جماعه الخير شو قصتكم؟ قال لهم نحن نزلت نزل كوكب من الصاعقه نيزك دمرنا كلياتنا اما انتم عم بتدمروا كوكبكم بايدكم انتم عم بتدوروا عم بتدمروا الاخلاق بايدكم انتو عم بتدمروا كل حياتكم بايدكم فهمنا نحن انقرضنا في سبب نحن اما انتو ماشي بدكم تقرضوا حالكم بايدكم وعلى فزلكات وعلى فلسفات و... والناس كلها شايفة ساكتة وطالعة إيدون شي ليش لان ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل شي دين مقسم اهل الكتاب مقسمين، اهل شو اسمه مقسمين، والمقسم مقسم اكثر، والأهل الدين واهل الاسلام نحن نحس انه بس هنين، اما نحن مقسمين ومقطعين وموصلين يعني ما ضل حدا، قال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعه لست منهم في شيء. خطاب للنبي، انت مالك منهم وهن مالون وهن مالون وهن مالوا منك، مره التقيت باحد المسؤولين بشيكاغو قلت <سؤال> له اخي ما في طريقه يعني موضوع الصيام يعني التقالوا ح.. لا تعذب حالك مستحيل لا طلعت فيه هيك يعني اذا كلها اذا القصه هيك يعني امتى معناتها بدكم تروح بقى للامه وحده الامه <سؤال> <سؤال> يعني مره بزماناتهم باحدى الدول عملوا هيك مؤتمر وقتها بعد ما عملوا ثوره في ذلك البلد ب 18 سنه بعد 18 سنه كانوا بدهم يناقشوا مسائل هامه الرغيف فوقف واحد قال له قال له اذا ب 12 18 سنه بكنت تناقشوا الرغيف معناتها الامه وهالشعارات العظيمه أنت هي بده يجي دورها أنت بده تنطرح فلذلك يا احبابنا امر الهي ووصفه رباني فسبح بحمد ربك التسبيح الحقيقي يا اخوانا التسبيح الذي هو ينسجم مع تسبيح الملائكه التسبيح يلي ينسجم مع تسبيح كل المخلوقات التسبيح الذي يملا ما بين السماء والارض بده يملا لك قلبك بالنور، قال والله يا اخي عم نسبح بس ما في شيء مظبوط مظبوط اذا الكبله البرانيه مقطوعه كبسنا بشعل البيت شيء بيضوي البيت؟ ما بيضوي، ليه الكبله مقطوعه؟ طيب اذا الكبله مو مقطوعه كبسه وحده شو بتلاقي البيت كلياته؟ ضوى هيك هيك التسبيح مع صله بالله اما تسبيح بغير صلة لله يا أحبابنا ما بتلاقي شيء أخي سبحك نفس الشيء لأن الكبلة ايش مقطوعة ضغط على جوجل وما في واي فاي بيفتح وبيعمل لي سيرش وبيعطيني معلومة ولا ما بيعطيني شيء ما منظره جوجل ونفس الرسمة ونفس الهذا وبحط ما في ما في صلة ما في كونكشن قال له فسبح بحمد ربك هذا أول أمر الأمر الثاني وكن من الساجدين بحثنا اليوم يا احبابنا تتم في بحث السجود اللي بداناه بالاسبوع الماضي وكن من الساجدين هذا شو هذا امر من الله عز وجل هذا يا احبابنا شيء مطلوب ابتدا به بالنبي عليه الصلاه والسلام يلي هو سيد الخلق والبشر واللي هو اقرب الخلق الى الله واللي هو والله عم يقول له وكن من الساجدين طيب انا شو بدي احكي معناتها انا شو بدي اساوي وانت شو بدك تساوي والثاني شو بدي أخي أه كيف عم تسجد انت آه والله نسجد مثل ما, ما ذكروا في احد الاحاديث كنقر الديكة كيف شلون الديك بنقر بيطلع عنه. هيك نحن سجودنا يا احبابنا السجود السجود هو يعني وصفه الهيه لمن اراد القرب من الله عز وجل. لمن شعر بشوق الى الله. بمن شعر بمحبه لله. بمن شعر بعظيم فضل الله. قال اخي انت سجدتك اليوم شو كانت؟ قال والله سجدتي كانت اليوم حمدا لله. كان حال الحمد تشكرت الله تشكرته تشكرته مات مات مالك بالاخير سوى اني اسجد شكرا لله. قال انت شو كان سجودك اليوم؟ قال والله كان سجودي يعني شفت أديش رب العالمين خلقه عظيم أديش وجوده أديش كذا فكان سجودي خضوعا لله انت شو كنت عم تسجد قال اليوم سجودي محبة لله انت سجودك شو كان قال طاعة لله احبابنا بوظة في خمسمائة نوع اكل في 700 نوع سيارات في مئة ماركة لبس قد ما بدك بواطن رياضة موبايلات سجود قال بالله السجود في له قال والله اكثر مما تتوقع انت من حال ليش كان الله قال لك كل يوم على الاقل 34 سجده كل يوم 34 ليش؟ مشان كل نفس كلهم كوبي اند لا لا مشان تنتقل من نعيم الى نعيم الى نعيم السجود يا احبابنا انطلاق من اسر الدنيا وطغيانها الدنيا اسره اليوم يا شباب والله اسره الدنيا آسرة اليوم ليكونا كم واحد نحن هون طلع على أي فعالية برا كم واحد بتلاقي مسلمين ما علشي. كم واحد بتلاقي الجالية ما على شيء لأنهم عرفانين كله هذا الأمور وخاتمينها وأخذين فيها ماجستير ودكتوراه وفهمانين يعني ولا 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 زهدانين يا أحبابنا شو زهدانين قل لا اسالكم عليه اجرا والله يا احبابنا والله عندي لان انسان يتقرب الى الله بسجده حقيقيه من هالكلام والله خير من الدنيا الي الي خير من الدنيا وما فيها الي مو مو لا صاحب السجده فما بالك لصاحب السجده شو له قال فانطلاق من اسر الدنيا وطغيانها وتخلي عن اوسمتها الفانيه لاي واحد هيك له 500 وسام وكذا له شو اسمه للمعارك اللي خاضها والارواح اللي ازهقها والناس اللي قدها شو حاطين خمس 500 وسام شري شر هيك تلاقي بفوق لتحت مط... او للهزائم كمان في ناس بيحطوا لهم اوسمه نتيجه شو لا في ناس كل ما عملوا هزائم أكتر كل ما بيحطوا لهم اوسمه بتطلع بتلاقي بالدول العربيه كل جنرال وهذا لك عمي فين كل هالاوسمه 500 هزيمه من وقت ما وعينا على الدنيا لهل ما في غير عم بيزيدوا الاوسمه عندها لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم شيء يعني شيء مضحك مضحك مبكي فتخلي عن اوسمه الدنيا الفارغه يا احبابنا ورتبها ورتبها واماكنها وسعيا لايش يا احبابنا؟ لتحصل وساب لا ينتهي كل اوسمه الدنيا قد ما طولت شو يعني؟ في اوسمه شيء في اوسمه مهمه ومنيحه بس مجرد ما نزل بهالحفره بياخذوا له الاوسمه معهم شو بتفيدوا الاوسمه؟ انا قبل ما اترك من بلدي وجيت لهون عندي كان 100 لقب، جيت لهون تركتهم كلياتهم، هم ما بيشتغلوا وهي نح... نحن عم نحكي بالارض ما عم نحكي ب... ما انتقلنا من حياه لح... انتقلنا من بلد انتقلنا من بلد لبلد، قال عمي هي القابك واماكنك وكذا تشتغل وين؟ محل ما كنت، نحن عنا هون بالبلد This از امريكا، هون في قصه جديده وفي القاب جديده رحنا من بلد لبلد فرط ال ونفس الشيء يعني اذا واحد هون له معارف وله كذا واذا هذا ونزل عدوى قال اخي انا بعرف الشيء الشريف تبع أكوبروك بروك تبع عم شو بدك تعرف الشريف تبع بدك تعرف رئيس المخفر تبع الصحيه ورئيس المخفر ما بيمشي واذا رحت للسودان بدك تعرف رئيس هذا ام درمان فكل وهي لحد ساعتنا بالارض اما اللي بيعرف رب العالمين وبيعرفوا رب العالمين والله يوضع له القبول أينما كان فهذا السجود يا أحبابنا إذا سجدت هذا السجود الحقيقي حصلت وسام سيماهم في وجوههم من أثر السجود شو هذا الوسام وسماهم مو انه واحد هدول بيجيبوا من بعض الجاري بيحكوا هيك بيفركوا بشان مو هي هي لا 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 مو هي سيماهم في وجوههم هو نور تجده في وجه الساجد لاهل البصيره وهو نور يبصره اهل المشهد كلهم في يوم القيامه. شو هو؟ إيه؟ نور فالنبي يعرف امته انهم غرا محجلين من اثر الوضوء واثر السجود. هيك النبي بيتعرف على ايش؟ امه النبي، امه النبي، كل من اتى بعد النبي عليه الصلاه والسلام. ف... وكل من سار على هدي النبي، وكل من امن برساله النبي عليه الصلاه والسلام. فسيماهم في وجوههم من اثر السجود، السجود يا احبابنا هو غايه في التواضع والعبوديه لله. اليوم تجي بتطلع بتلاقي واحد لمسؤول لمسؤول عم يتواضع له بيتواضع له بيتواضع له بيتواضع له يعني شوي ثاني بدعس فوق راسه ولسعته عم بيتواضع لك, لك دعس فوق راسك لك لسه على شو؟ لك هذا اخرته جيفه يعني هذا المسؤول مين ما كان يكون وهذا الانسان قد ما كان عظيم وقد اخرته شيء مره سيدنا الحسن بالحرم لقى واحد هيك إيه نافق حاله ومشي معه مرافقه وكل ما كبرت المرافقه كل ما بينفخ حاله اكثر كل ما بينفوش اكثر فما رأيك هيك شايف حاله فمشي افا سيدنا الحسن وقلده بالمشي عم طلع في هداك طبعا عمل مشهد فكاهي قال له تعرفني يا تعرفني انت عم تمزح معي قال له طبعا بعرفك قال له فين تعرفني قال له أولك نطفة مزرة بدايتك شو نطفة على رأس الدبوس أربعين مليون هذا حقك حق. وآخرك جيفة قذرة بالآخير جيفة بيهربوا منك العالم كله وبيهربوا منك هلأ تجي تطلع عنده بالشركة خمس زلمة ليموت لي كم واحد بيضل بالشركة ما لك ملكة جمال ملكة الجمال كل بده يصور كل بده يجي يوقف معه كل بده وإذا واحد صح له يتزوجها الله أكبر أخذ ملكة الجمال طيب قلنا له أخي بس في غلطة صغيرة شو ميتة دخيلك أخي عدلك أرضي ما لك مع شي ليلة قضي مع لك نفس عيونة عيونة زرق الله وكيلك والشعر مكحل والجسم والقوام بس بس مي ما عمي بيحب النبي يخلي ما بده ولا شو اسمه ولا هذا فكله يا أحبابنا كله بده ينترك بالأرض فغاية التواضع والعبودية لله تكون وين يا أحبابنا تكون في السجود السجود يا أحبابنا روضة روضة هي روضة من رياض الجنة ليش لأن فيها ذكر لله عز وجل فهي روضة يا أحبابنا روضة حينما يذوق القلب سعادتها لا يتركها أبدا فلذلك قال الصالحين وقال العارفين وقال المحبين إذا سجد القلب سجدة لم يقم منها أبدا ما بيتركها ليش لأن قمة السعادة بالله قمة الصلة بالله قمة المحبة في الله فيا ترى سؤال شي مرة سجد قلبك شعرت هل كيف يعني هي بيسجد قلبي شلون يعني بده يسجد قلبي قال أنا بقول لك كيف بده يسجد قلبك شي مرة حبيت لك شي وحدة؟ قال ايه شيخي ليش الكذب؟ والله حبيت طيب منيح شو صار بقلبك؟ قال إذا قالوا اسمها بيطرق إذا قالوا إجيت ما بعرف شو بصير فيني يعني بفتح الكتاب بلاقي صورتها بالكتاب شو قال مجنون ليلى؟ قال أطوف على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديارة كان مجنون ليلى يرى صوره ليلى على الحيطان وين يلاقي صورتها هو عم يرقض يبوس الحيط بس هو مين شايف على الحيط؟ شايف ليلى ما له شايف الـ 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 ما له شايف الحيط ولا له شايف فقال اذا سجد القلب للرحمن سجده يا احبابنا قال ما قام منها ابدا ليالي وصال شو ليالي وصال مع حضرة الله عز وجل ليالي أنس ليالي سجود لو تباع شريتها بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى هي ما ما بتنباع والله كل شيء اليوم على الامازون موجود شو بدك تطلب لبن العصفور امازون بيعمل لك لبن العصفور بخمس دقائق لو ما عنده لبن العصفور بيفبرك لك بجيب لك بيقول لك هذا هو از لبن العصفور يعني امازون شو بدك فيه بس يا احبابنا والله هذه الليالي وهذه السجدات والله لا توجد الا بينك وبين الله عز وجل فاقرب العبد ما يكون الى ربه فهو ساجد يتنقل من حال الى حال فيه تسكب العبرات وفيه تكون الاهات وفيه تطرح الحاجات وفيه تجاب الدعوات احد احد الاخوه عم بحكي معه من يومين ثلاثه قلت له كيف عم تنحل مشاكلك؟ بعرف مصايبه كبيره يعني ومصايبه والله بتهد جبال قال لي والله يا شيخ قال لي والله الثلث الاخير من الليل والسجود والبكاء شو؟ است... اجتماع بينك وبين رب العالمين، اجتماع خاص قال مع مين؟ مع مين؟ هلا انا زالوا لي اخي بدي اجتمع فيك ال... المير تبع هذا بجوز يقول شباب شان الله عندي اجتماع لا تأخذ انتم بحبكم انا بس طالبني رئيس المخفر بدي <applause> اجتمع معي رئيس الشرطه بدي اجتمع معي فما بالك اذا كان يعني الريبريزنتيف اوف ذا هاوس او سينت او أو فلان او وزير الخارج او ف... فيا احبابنا اجتماع خاص وبينك وبين الله عز وجل لا يعلم به احد ولا يدخله أحد خاص مسكر بغلة القصة من نقطة السجود إلى فضل الله عز وجل فأقرب العبد ما يكون إلى الله وهو ساجد ليس القرب فيزيائي يا أحبابنا إذا أنت واقف ولا ساجد رب العالمين لا يحد زمان ولا مكان وكل تصور لله هذا من التشبيه وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك بالتشبيه لله ما في تشبيه أعقنها وأي عقيدة تدعو إلى التشبيه فهي عقيدة باطلة وجاء ربك مجيء خاص بالله ما في شيء ليس كمثله شيء شو قال رب العالمين بالقرآن الكريم ليس كمثله شيء تقول والله خلق الله على صفة فلان وعلى صفة علتان ما على صفة حدا اطلعوا لنا من هالقصص هي حاجة هي قصص سبع ألف ليلة وليلة لهون وبس ليس كمثله شيء نص قرآني قاطع مانع يعني فما في تشبيه لله يد الله فوق أيديهم قال إيه يعني في إيد شو يعني بس إيده كتير لا أوكل أوكل وسع كرسيه السماوات والأرض يعني مو كرسي بالآخير هاي الكراسي إنا نحن بني الإنسان بأربع رجلين وكرسي حديد وكرسي خشب وكرسي ما بعرف إيش أما كل ما خطر ببالك من حيث التشبيه فالله خلافه فالله خلافه ذلك فالسجود يا أحبابنا فيه تسكب العبرات وفي السجود يا أحبابنا يكون رفعة للأرواح كلا لا تطعه واسجد واقترب قال كل سجدة فيها إيش فيها قرب من الله عز وجل كل سجدة فيها زيادة في المقام وعلو في الدرجات ولا لكم الشغلة يا شباب وأنا لكم والله ناصح أمين الناس شو بيحسبوا الناس شو بيحسبوا أنه أخي اليوم مرقني بكرة غرقني لا أخي نحن أمة محمد من أقام دخل الجنة كثير مبسطين الأمور كثير مبسطين الأمور وأنا لكون صادق معكم أهل لا إله إلا الله كلهم بدي يدخلوا على الجنه بس من هون ليدخلوا على الجنة ما بنعرف شو بيصير في درجات يا أحبابنا في درجات في مقامات ورفعنا بعضكم فوق بعضين درجات في ناس بيقضوا يوم الحشر كلياته وبيشوفوا عنا النا... والاخير بيطلع بيروح على الجنه بس قديش هالسيره ما بنعرف ان يوما عند ربك كمقدار شو أديش؟ ألف وفي كمان أديش تعرج الروح والملائكة في كم مقداره خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة يوم عند رب العالمين يعني هذا اليوم اليوم يا سيدي إذا قسمت الساعة خمسين ألف قسمه على خمسة وعشرين ألفين سنة هاي الساعة بألفين سنة يعني قد حياتنا بأديش؟ يعني إذا واحد عاش مئة سنة قد حياته بقديش عشرين مرة متصورين انتم يا احبابنا؟ فاياك ثم اياك اذا من الله عليك بمقام في هذه الدنيا ان تغفل عن مقامات الاخره، اوعى اوعى ما تقول القصه والله هون خلاص نحن بنفوت اوعى من هون في ناس يا احبابنا في ناس يستقبلوا من اول الهدف، في ناس بيستقبلوا بيستقبلوا من اول ما تطلع روحه بيستقبلوه شو احتفال بيستقبلوه تتلقاهم الملائكة ما عم ما بحكي لكم أنا كلام ألف ليلة وليلة أو كلام شطحات أو كلا تتلقاه الملائكة عم تتلقاهم إن في في آية بالقرآن بتقول لك وإن منكم إلا واردها كان حتما مقضية كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين امنوا ونذروا الظالمين فيها معناتها ما في حدا بده يدخل شو ندخل ما ندخل يا جماعه شو وارد والله ما ولا لنا قدره ولا لنا ولا شم ريحتها لا بدنا ندخل عليها ولا بدنا نشم ريحتها ولا قال كيف؟ قال في ناس بتنفوت في ناس بتنفوت ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حثيثها لا بيسمعوا صوتها ولا بيشموا ريحتها ولا ولا لهم في ولا في مقامات يا احبابنا يا ايتها النفس هذا مين عم ينادي له؟ رب العالمين عم هنيك تتلقاه الملائكه هون رب العالمين عم ينادي يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فيا في احبابنا في درجات في مقامات في سعي قال انا بالجامعه ما برضى الا اكون الاول عفريم عليك بس يا مصيبتك اذا كنت بالاخره طشي اذا كنت بالاخره وين من جماعة يعني أخي إن شاء الله ما في علامة صار مجلس الرحمة ولا ما صار مجلس الرحمة إجوا الأنبياء يشفعون سيدنا النبي سجد تحت العرش طالب انه نطلع من جهنم ولا ما صارت هالقصه هي لان الناس مبسوط ببصو... انه النبي بي... ايه بيجي النبي وبيسجد تحت العرس بيقول له يا رب كل من امن وكل من اسلم تخرجوا من من, وين عم يطالعوا؟ من النار يا جماعه هذا كلام هذا يعني لا يمكن تصوره لا يمكن تحمله لا يمكن فبدنا نسعى هلا في مجال هلا في مجال بس بعدين مقدمة سورة النحل بعد كلها قال هل عم يقول لك وكن من السابحين وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أما بعدين شو بتقول لك سورة النحل تماما بعد سورة الحجر قال لك أتى أمر الله فلا تستعجلوه لي متى ما اجى أمر رب العالمين ما في في قصة هيك قصة رمزية أو لأحد الأنبياء سيدنا داود أنه كان قاعد بمجلسه قاعد بمجلسه فمرق واحد اطلع على واحد بالمجلس وزور زورة هيك ماكني هداك انقطع قلبه قال له مين هاد قال له زورني زورة قطع لي قلبي قال له مين هاد قال له هذا ملك الموت قال له شو بده فيني عم يطلع فيني هالتطليعة هاي دخيلك ودرني بعدني لوين ايه في سيدنا سليمان كان عنده بساط سخله له الريح قال له وين قال له زتني على الهند على السند زتني لاخر الدنيا بعتني مو معقول عالتطليعة اللي طلع فيني مهم هو بالهند بعد يومين ثلاثة وإذا لقى نفس هذا الشخص عم يطلع فيه قال لك وين لاحقني ما خلص منك قال له لا والله قال له أنا عندي أنه أنا بدي بيقبض روحك بعد أسبوع بالهند فأنت شو أنا عم تساوي بالشام لساعتك مفروض يقبض روحك بالهند فهلا زبطت زبط, زبط هلا هل ال فيا احبابنا لا يستخدمون ساعه ولا ولا يستاخرون ما في لا بتتاخر ساعه ولا بتزيد ساعه ولا بيخلص أبداً بده يجي وقت فالسجود يا أحبابنا السجود هذا اللقاء بالله عز وجل يلي ما في أحد يمنعك منه هلا بجوز يمنعونا من شغلات أنا بدي أروح لأرنب بيمنعوني يقول لك أخي ما بصير تروح له أنت ممنوع أوكي مثل ما بتكون له بس حدا بيمنعك أن تسجد لله عز وجل حدا بيمنعك أن تتقرب من الله عز وجل حدا بيمنعك من هذا الاجتماع بينك وبين الله عز وجل الله يا أحبابنا إذا فتح الله باب السجود عليك لترى كل سجدة بطعمة لترى كل سجدة بزيادة علم طيب معلش ابنك إذا راح المدرسة ورجع بابا شو تعلمت اليوم قال والله ما علمونا شيء ثاني يوم رحت على المدرسة شو تعلمت ما علمونا شيء تبعته على المدرسة ما عم تبعته ليش اذا عم بيروح ما عم يتعلم شيء طيب اذا انت سجدت على باب العليم وما تعلمت معناتها في شيء غلط معناتها في شيء ايش في شيء غلط انت عم تسجد على باب العليم وترجع بدون زياده بالعلم بدون زياده بالمعرفه بدون زياده بالطاعه بدون زيازه بالاحساس يا احبابنا وعالم الاحاسيس عالم لا ينتهي عالم شو؟ عالم لا ينتهي، عالم الروح عالم لا ينتهي اله هو محيط لا ساحل له محيط شبه ماله ماله ايدج ماله ساحل ماله 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 نهايه فهذا يا احبابنا السجود يلي رب العالمين امرنا فيه هذا السجود يلي رب العالمين طالب فيه كل الامم السابقه شو قال مو بس نحن المسلمين بنسجد احد الاخوه الاكارم سالني قال لي يا ترى يعني شو وضع كان الامم السابقه كان عندهم سجود احيانا بنمرق بنلاقي فيه هيك شيء طائقه انه عم بيسجدوا تفضلوا يا احبابنا سوره مريم الايه 58 اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إسرائيل يعني يعقوب وممن هدينا واجتبينا مين يعني؟ يعني كلهم يعني حسب الذكر مين كلهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا معناتها سيدنا ابراهيم كان بسجود وسيدنا عيسى كان بسجود وسيدنا موسى كان بسجود واتباع سيدنا نوح لا. كلهم يا احباب عطوا بالكم يا احبابنا اساسيات الدين عند الكل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الحج مين رفع قواعد الحج واذن بالناس بالحج سيدنا ابراهيم هاي الحج وهي السجود وهي الصيام كل أساسيات الدين يا أحبابنا الدين عند الله واحد ملا ما لا, ما لا القصة حرزانة كلها الألوان وكلها التقطيعات وكلها الخالق واحد الكرة الأرضية كم شمس لازمها كم شمس نحن في عنا؟ وحدة وكم أمار؟ طبعا الأمر الحقيقي ما عم نحكي عن الأقمار يعني امر الزمان الهمزاني وامر شو اسمه وامر حارتكم وامر حارتنا نعم. عم نحكي عن امر واحد طيب ايه كم وكاله انباء وحده بظل العولمه وكاله وحده مع كلهم نفس الموديل بس باسماء مختلفه ولكن الحقيقه كم دين خمسمائة ألف وكل دين بيعمل إله كل دين ليش يلا قسم أكثر قطعها أكثر خليها تفنى غمق لأن ابليس شلون بده ينبسط ابليس ويرتاح هيك ويكون قاعد ومروق فالسجود يا احبابنا كان عند الامم السابقه قل امنوا به او لا تؤمنوا سوره الاسراء ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كإن إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا مو بس سجود يا أحبابنا سجود مع بكاء من أرقى حالات السجود السجود مع البكاء بس مو بليلة القدر وخمسة آلاف واحد والشاطر بقى اللي بده يدوب على اللي جنبه لا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هذا بده بينك وبين رب العالمين هالجلسات الخاصة بينك وبين رب العالمين وبتحس حالك كيف لما بتقوم من جلسة السجود والبكاء بتقوم بتطلع بتلاقي لا الدنيا دنيا ولا ناس ناس بتلاقي الدنيا بغير لون بتلاقي الحياة حواليك بغير بغير شكل بغير شكل يا أحبابنا والله يا شباب أنا لما طلبت الأسبوع الماضي قلت يا شباب عنا 34 سجدة خلينا نحرص عليهم خلينا نحرص عليهم ليش؟ لأن والله هذا السجود الذي هو بالشكل وليس بالحقيقة هو عبارة عن سائد ذهب نهر ذهب بس رايح على وين عم تنكب منك عم تنكب ليش لأن قال في سجود بالدنيا وفي سجود إيش بالآخرة 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 يوم يدعون آه إلى السجود يوم يدعون يوم يكشف عن ساق ويدعون له فلا يستطيعون ما بيحسنوا قال مين هدول؟ قال هدول اما كانوا في الدنيا لا يسجدون او كانوا يسجدون رياء وغفله وبعدا عن الله عز وجل انت ساجد لله وعم تفكر بموضوع ثاني ذكرنا يا احبابنا ومنضل منكرر ليش؟ لان هذا بلاء اليوم موجود في الامه إياك عند إياك يقول له إياك نعبد وإياك نستعين أوعى يخطر ببالك أي شيء ثاني لا تجارة ولا بيع ولا بزنس ولا سيارة ولا مرة ولا ولد ولا مشكلة إياك عند إياك وكذلك إياك عند السجود أنت ساجد وعم تقول سبحان ربي الأعلى وعم تفكر كيف نصلح السيارة مين صفي ربك الأعلى معناتها عم تقول سبحان ربي الاعلى وعم نفكر بمصيبه سبحان ربي الاعلى وعم نفكر بايش بمشكله بمشكله مين صفي معناتها مين صفي معناتها ربك الاعلى لذلك يا احبابنا بدنا نسجد لله بدنا نغتنم هالاوقات هاد قبل ما يجي وقت ما يفيد السجود قبل ما يجي وقت ما يفيد الصبر بالاخره شو بيقول له فاصبروا او لا تصبروا هلا اللي بيصبر بالدنيا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير بغير حساب اما بكره يا احبابنا صبروا او لا صبروا صلوا او لا صلوا اذكروا خلص رفعت الاقلام وجفت الصحف قال تعرف عرفت جاوب على كل الاسئله بس بعد ما سلمت ورقه الامتحان بالله بعد ما سلمت ورقه شو استفدنا شو استفدنا قال وصل الدواء ونجحت العمليه بس بعد ما مات المريض ايه يعني بعد ما مات المريض شو الفائده من كل الاجراءات فلذلك يا احبابنا خلينا نحرص على هالاوامر الالهيه ولقد نعلم انك يضيق صدرك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين قال هذا التسبيح يا احبابنا اللي ذكرناه بلقاءاتنا الماضيه وهذا السجود اللي ذكرناه اليوم وذكرناه بلقاءاتنا الماضيه يا احبابنا هذا الذي سيوصلك الى اليقين لشو بده يوصلك؟ لليقين وعندك يقينين اليقين الاول ان تتيقن بالله وانت في هذه الدنيا واذا ما تيقنت سياتيك اليقين هذا لكل البشر الذي هو الموت هذا اليقين شو كل الناس راح تتيقن وقت بيجي الموت ابدا من اول لحظه بيعرف ال... بيعرف المسار كلياته بيعرف السيران كلياته من ملائكه الموت اللي جايته هل هن من جماعة والنازعات غرقا او من جماعة والناشطات نشطة يرى الملك ابدا ببين معه مين الفرع اللي جاي والله جاي أنا فرع والله جاي شو اسمه ببين ببين فإذا والنازعات غرقا تنتزع الأرواح بشدة وبغلظة و... وروح الآن بالدنيا متشبسة متعربطة بكل ثقلها وكل مكا... كل إيه بينما هذيك والناشطات نشطة تنشط هذه الروح وبرد بقولكم لا أعني هذا أن لا نملك الدنيا املك الدنيا بيدك ولكن لا تملكها بقلبك كن أنت مالك للدنيا ولا تكن الدنيا هي مالكة إلك كمان نختم بهالقصة الرمزية انه كان في شيخين واحد اسمه شيخ المشرق وواحد اسمه شيخ المغرب شيخ المشرق عنده قصور وعجقة وخدم وحشم وعزايم ففي جاي تلميذ من عنده قال له شيخي رايح لعند شيخ المغرب شو بتوصيني شو توصاي قال له, له انه عم يدعي الله يخرج حب الدنيا من قلبه راح هذاك لعنده انه طلع لقى الزلمه بالجبل عنده سجادة وبريق وشحاطة وقاعد عم بيتعب قال له هداك بده يخرج حب الدنيا من هاد اجى لعنده بده يوصل الأمانة قال له شو قال له والله الشيخ بيسلم عليك بيقول لك ادعي الله يخرج حب الدنيا من قلب قال له والله مزبوط الشيخ معه حق قال له لأن كل ما بسجود بخاف يجي حدا يسرق لي البريق تبع الوضوء او بخاف حدا يسرق لي شو شحاطه او يسرق لي الباب فخايف <applause> <applause> مو مو الدنيا انه يكون عندك كثير او يكون عندك قليل، لا مو هذا المقياس. الله وقد قد تلاقي واحد طفران كعيان بس بده الدنيا، مو الحكم هل الدنيا في يدك وكلنا ملزمين ان تكون الدنيا في ايدينا ام الدنيا في قلبك وكلنا مطالبين بان نخرج الدنيا من ايش؟ من قلوبنا. قال يا شيخي والله بحبها. وبقلبي ما بدي كذب عليك يعني ما بدي كذب عليك. عندك دواء قال والله بدك الوصفه الربانيه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الى شرف النبي وارواح المؤمنين. الفاتحه.